السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا في القناة من جديد. وصفة اليوم هي الخبز ديال القمح الكامل بالياغورت المسوس، كيجي رائع جدا، وبالملعقة بلا ميكسر بلا خلاط كهربائي بلا والو، سهل جدا وسريع، احسن من الطوست، احسن من الخبز ديال المازات، فهو رائع جدا وسهل وسريع. بالنسبة للمكونات ديال هذا الخبز، هذا استعملوا الدقيق القمح الكامل كيف ما كتشوفوا معايا، كنستعملوه بالنخاله ديالو، يعني القمح بنخالته. وبالنسبه للتزيين فكنعملوا شويه ديال الزنجلان وشويه ديال البلبوله اللي كنقرصوا بها، شويه ديال الشوفان، وعندنا البافو، وعندنا هنايا الخميره جوج معالق كبار، وعندنا الملحه. الملحه ما كنستعملوهاش دابا حتى كنجمعوا الخبز ديالنا. اذا نبداو على بركه الله. اذا غادي نبداو على بركه الله، كنعملو الماء دافي، كنزيدو الخميره ديالنا، عندنا ملعقتين، كنعاودو الماء وكنبقاو رفع الدقيق من تحت لفوق بهذا الشكل هذا. وكنبقاو نشوفو واش كاين شي كويرات ولا لا. اذا نعملو شويه ديال الشوفان، جوج معلقات ديال الشوفان، جوج معلقات ديال الزنجلان او السمسم، وشويه ديال البلبوله. دابا غندور واحد التدويره الاخيره باش نخلط هذا الشيء هذا. ممكن تستعملوا يدكم، انتم حرين، غير انا كنبغي نقول لكم انه سهل جدا وكيجي رائع غير هكا بلا دليك، هو بلا دليك كيجي افضل. صافي نخليوها يرتاح. لان انا حبيباتي وكنغطيوه ونرجعوا لكم بعد لحظات. بالنسبه للنظام فاحنا ما كنعملوهش دابا، كنعملوه في الاخير. اذا كيف ما كتشوفوا معايا الخبز ديالنا ضروري غنحتاجو حتى للاختمار الثاني. فدابا الخبز ديالنا ونعملو عليه شويه ديال الزيت، نعملو عليه شويه ديال الزيت بهذا الشكل، ندخلوها فيه. صافي كيجي احسن بحال اللي كتبت لكم في العنوان. نزيدو شويه الزيت، كيجي احسن من الطوست واحسن من الخبز ديال المخبزات. صافي كنعملو هذا الشكل هذا وكنمشيوه. كنحاولو نعملوه قد بعضياتو. كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا كيجي رائع. والان غادي نعملو هنا،
إذن كيف ما كتشوفوا معايا، فاحنا كنضيفوا الياغورت ديالنا وكنجيبوا الشيتا وكنعملوها على الخبز ديالنا. إذا ذقتوا هذا الخبز هذا غادي تحمقوا عليه، تحمقوا عليه العائلة كلها، حتى بالنسبة للناس اللي عندهم الريجيم حتى هما ممكن ياكلوا. إذا كنحاولوا نملؤوا فراغات إذا عجبوكم الأطباق الصحية قولوا هذه، إذا كانوا كيعجبوكم أطباق بحال هادو. فهاد الأثناء عندي الفران كيسخن، وهنا نحيد ليك وغادي نبدا في التزيين ديال الخبز. إذا نتوما حسب الموجود اللي عندكم. هذا هو الخبز ديالنا، كيجي على هذا الشكل، هذا بحال شي لوحه فنيه. دابا غادي نديه للفران اللي مسخن مسبقا على 180 درجه، غنطيبو من تحت ومن بعد نطلعو للفوق ونتلقاو ان شاء الله بعد قليل. اذا يا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا، ديال خبز القمح الكامل، كيجي رائع، سهل ديك الزواق اللي عملنا له. وكل واحد ياكل الطوق اللي عجبو. اذا الخبز ديالنا هو هذا، صحي، وكل واحد ياكل اللي بغا، اللي بغا الزنجلان، اللي بغا بافون، اللي بغا بالنخاله، اللي بغا بالشوفان، كيف ما بغيتوه. وكنبقاو نقطعوه، كل واحد ياخذ القطعه اللي عجباتو. اذا هنا وصلنا لنهايه الفيديو مشاهدينا الكرام، اذا عجبكم الفيديو فما تنساوش تدعمونا باشتراككم ونقر على زر الجرس باش يوصلك كل جديد ديال القناه، ايضا مشاركه الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. وما تنساوش فمشاركه هذا الفيديو راه غادي تفيدوا الاهل ديالكم، لانه خبز كامل ها كيفاش كيجي من القاع، حتى هو راه رطب، وديك اللي قلت لي كنعملو الفول من الفوق فهو كيعطينا واحد رطوبيه رائعه. إذا كنقولكم نضربكم موعد فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.